أي ردوا على عقابهم أي نعم ممتاز نعم. أولا حديث الصحيحين ومن من أكثر من طريق أن يذاد أناس من أصحابي عن الحوض فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. هؤلاء الصحابة الواردون على الحوض ارتدوا على أعقابهم, هذا في الصحيحين, وهو أنا أيضا لا أصحح ما في الصحيحين مطلقا إلا بعد أن تكثر الطرق, يعني عندي ميزاني الخاص في هذا. هذا له طبعا للأسف هذا من السنة الذي يخفيه يكون قد خالف سنة النبي, والذي يظهره ويظهر غيره من السنة. السنة ترى فمعنى يرتدون على أعقابهم أيضا اختلفوا, هل معناها الردة يعني مثل مسيلمة وكذا ردة عامة يعني أو ردة عن الإسلام, أم المراد تقهقر عن يعني مثل ارتد على أعقابهم ارتقهقر عن الواجب. أنا في ظني أن هناك أصل قرآني لنقصان الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين, وأنا هنا لا أستثني يعني كل الخلفاء الراشدين عندي أو ما يسمى الخلفاء, أن النبي أعدل منهم وأعلم, تمام مسلمين بهذا المقدمة أن النبي أعدل منهم وأعلم. طيب إذا توفي النبي سيكون هم تطبيقهم أقل من النبي قليلا ولو بنسبة بسيطة, صح ولا لا؟ هذا شوية رد على الأعقاب. فلذلك شو اللي يثبت يعني الرد؟ ما تعتبر رد, ما تسمى رد يعني طبعا خالفهم ليس مثل أيوة النبي. هذا التفسير, لكن التفسير الشيعي, التفسير الشيعي لا يعني على من خلال ما اطلعت, وأنا لست متضلعا في العلوم الشيعية, لكن من خلال ما اطلعت أنهم قالوا الردة ردة دون ردة. الأصل القرآني ما أكملته, قول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لشقيتم. أنا دخلت من هذا الباب بمعنى إيش معنى لعنتم لشقيتم؟ واعلموا أن فيكم في من؟ فينا ولا في الصحابة موجود بينهم؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم, يطيع من؟ يطيعهم في كثير من الأمر لعنتم لشقيتم. طيب بعد ما يموت النبي سيأتي الشقاء ولو متدرجة, تمام؟ فيجب على الباحثين المسلم مراقبة هذا الشق, هذا العنت, الزيادة في العقوبات, ربما التفاضل في العطاء, ربما عدم التوزيع في الولايات. يعني في عهد النبي كان يستشير الأنصار, يعني ثمار المدينة إذا ما وافقوا مزق الصحيفة, يوم بدر إذا ما وافق الأنصار ما ناشي, يعني كان فيه لهم رأي مؤثر. التوسع في العقوبات الشرعية, ربما تحريق الأحاديث يعني تم أو المنع من الأحاديث بينما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هناك نظريتان في كتابة الحديث, بس أنا مع كتابتها مبكرا أو عدم كتابتها. لا لا في موضوع الردة, موضوع الردة يعني البعض شي يقول السنة يعني وأنها أن اللي ارتدوا عن الإسلام بعض القبائل وما رفضوا يدفعون الزكاة. اي طبعا هل هم صحابة؟ هؤلاء هم لكن هل هم صحابة؟ يعني أبو مسيلمة الكذاب لم يكن صحابيا, طليحة بن خويلد الأسدي يعني قيل له صحبة قيل ما له صحبة, أو يعني وفادة متأخرة في آخر, الأقرع بن حابس وفلان وفلان, هل هم الذين يريدهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا يرد على مفهوم بأن الصحابي لا تصدر منه يعني عدول, ما تصدر سيئة ولا نفاق ولا كذا, كيف يعقلون أن يصدر ردة؟ ليش ما أخبر عنهم الرسول؟ أي لماذا لم يخبر عنهم؟ لا لحظة, النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الردة هذه هي أنا أظني ليس يعني في تقديري أنه بمعنى التراجع, ارتدرت قليلا, هو معنى التراجع عن المثل الأعلى. وفي ظني أن هذا حصل التراجع بالحديث. لا حصل في الواقع. أنت قصدي في الحديث أن الرجوع كان تراجع. هذا الرد على العقاب. لا الرد على العقاب في اللغة يعني معناها عكس الاتجاه, ما هو في تراجع قليلا. إذا البخاري ومسلم الذين رووا هذا الحديث وأحمد رواه والترمذي رواه, إذا الخصومة تكون معهم, مع من روى الحديث ليس معي. أنا رأيي في الحديث هكذا. أبو مالك أنت تقول في ظني وفي تقديري, لكن ما وفي قراءته وفي قراءتك, يعني هل أنا مجبر أني أنا أؤمن فيما تظن وفيما تقدر؟ إذا طيب عطني أنا عطني شيء أقنعني فيه حتى أني أنا لما تقولي في ظني وفي تقديري أي لأن وليس ما عندي أنا شك حتى في كلامك. لأني ما أستطيع أن أجزم بأن بعض الصحابة ما أصابه النفاق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, لا أستطيع أن أجزم. لماذا؟ أعطيك مثال. أيضا عندنا من العقائد السنية عقيدة خاطئة أو خطيرة, وهي
أن النفاق كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات النبي انتهى النفاق. هذه عقيدة خطيرة ما ننتبه لها، كأن النبي هو سبب النفاق. لما مات صلح الناس، أصبحوا حلوين، أصبحوا ما شاء الله مؤمنين. من قال هذا؟ أنا أقول لك لم يصنف أحد من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه منافق، بينما في عهد النبي كانوا في المنافقين، وسورة المنافقين نزلت، سورة التوبة فيها المنافقين، كلام الله هذا. فالمفترض إذا جعل فيه خصائص، إذا جعل فيه خصائص، مثلا لا يبغض الأنصار إلا منافق، لا يبغض علي إلا منافق، حتى من أبغض علي ولعنه على المنابر لا نعتبره منافقا. المفترض تطبيق، إذا كنا نريد أن لا نستحي من التاريخ وأن نخضعه للنصوص، أن من لعن علي وأبغضه المفترض هذا يا أخي إذا ما كان هذا بغض، إذا ما كان هذا على الأقل شوية نفاق، نقول شعبة من نفاق. ومن قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أيوة، ما طبعا مجرم بالتأكيد يعني. ومن في قتل بس خمس أيه ومن يعني قتل مالك بن، لا في قضية الردة هو قرية الرياض، ما قتل مالك بن نويرة، مالك بن نويرة لا شك أن نحن نبرأ من مصنع خالد. هل كان مالك بن نويرة كان مرتد؟ لا كان صحابيا، كان صحابيا لكن صحابي من المتأخرين. من الذي قتله؟ خالد بن وليد. متى قتله؟ في عام 13 لا في عام 11 هجري. عندك أنت يعني